المجازر هنا لم تتوقف بحق المواطنين الأبرياء هنا في شمال قطاع غزة، حيث قامت طائرات الاحتلال الحربية بقصف منزل مأمول بالسكان في منطقة النزلة، مما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء وعدد كبير من الإصابات. جل الشهداء والإصابات هم من النساء ومن الأطفال في هذا المنزل. طائرات الاحتلال الحربية تقوم باستهداف منزل في منطقة النزلة. كما تشاهدون منزل مكون من عدة طوابق تم استهدافه بالكامل من قبل طائرات الاحتلال في منطقة النزلة، حيث تم انتشال عدد كبير من الإصابات وجلهم من الأطفال. كما تشاهدون عمليات البحث متواصلة الآن عن عدد من المفقودين تحت ركام هذا المنزل. هيا ما شاء الله، بيت اخوي الشقيق احمد لحتى الان يعني يقضوا في من نتعرف بالضبط على العدد اللي موجود حتى الان تحت الانفاق. تم انقاذ يعني بعض الجرحى وتوجه بهم الى المستشفى المعمداني. نريد ان نتاكد من المستشفى من وصل الى هناك ومن بقي تحت الركام لحتى الان بهذه الادوات البسيطه اليدويه التي لا نستطيع ان نخرج بها. موجود الناس في المدن لحتى الان، نعم، وهذه بفضل الصواريخ المجنحه والمحرمه دوليا التي يتفضل بها ذلك المجرم بايدن على المجرم نتنياهو ليقتل بها الاطفال والنساء، مدعيا انه يقاوم المقاومه. المقاومه معروف وين، اذهب هناك وقاوم المقاومه وليس في البيوت. ما زالت الطواقم الطبيه وطواقم الدفاع المدني تحاول انتشال عدد من الشهداء والاصابات من تحت ركام هذه المنازل. يواجهون صعوبه في انتشال الشهداء والإصابات بسبب عدم وجود الإمكانيات. ما زالت المجازر مستمرة هنا في شمال قطاع غزة، حيث كان آخرها استهداف منزل يتبع لعائلة خلة، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والإصابات جلهم من النساء والأطفال. فادي الوحيدي لقناة الغد شمال غزة.